طيب يعني اساسا تسمح لي اوضح بس يا استاذ علي نقطه؟ تفضل باختصار. اولا نحن لا نزال في لا يوجد اختلاف بيني وبين ضيفك الكريم، ولكن الامر الواضح في القضيه هذه حتى وان لم يكن هناك عمل نشر، ولكن الفعل والعمل الذي قام به هذا الصحفي هو قام به بمناسبه اداء وظيفته الاعلاميه، وبالتالي من يملك، انا لم اعطي قرار حاسم، اقول من يملك ان يقرر ان كان هذا الفعل خاضع لنظام المطبوعات والنشر ام انه لا يخضع للنظام، وبالتالي ينطبق عليه ما ينطبق على المواطنين من انظمه وتعليمات هي اللجنه المنصوص عليها في الماده 37. هذا اولا. والامر الثاني، كون الصحفي ليس منضما لهيئه الصحفيين فهذا امر لا يسقط حمايه نظام المطبوعات والنشر على الصحفي، انما بمجرد كون الصحفي يحمل البطاقه الاعلاميه حتى وان لم يكن منضما للهيئه فهو بالتالي خاضع لنظام المطبوعات والنشر، وبالتالي مفترض جميع الافعال والاقوال التي تصدر منه بمناسبه اداء وظيفته تخضع للجنه المنصوص عليها في الماده 37، وهي التي تقرر، وسبق لها في سوابق قضائيه ان قررت احاله بعض الصحفيين الى المحاكم الجزائيه لمحاكمتهم نظرا لكون ما اقدموا عليه لا يخضع لنظام المطبوعات والنشر. هذا هو يعني تفصيل الامر. طيب انا بس كنت بخليكم تسولفون مع بعضكم كذا، اقول لك بس شيء استاذ ناصر، ترى الموضوع نشر في الصفحه الاولى في الجزيره. طيب هذه اضافه جيده يا استاذ، يمكن تحسم الخلاف انه فعلا هذه اضافه جيده. اذا كان رئيس اذا كان رئيس التحرير ينفي هذا. نعم، الصحفي نشر في الصفحه الاولى، رئيس تحرير الجزيره نفى هذا الكلام، قال لم ينشر عندنا هذا. اي بس الموضوع قديم، ربما يصير يعني لابد ان يكون في ارشفه. عموما انا بحاول انه اطلع الخبر في خلال الحديث، اتمنى من الاخوان بس يطلعون الخبر اذا كان فعلا. انا لاحظت استاذ علي، انا لاحظت ملاحظه في بعض القضايا للصحفيين، ويمكن ضيفك الكريم حاول ياكدها او ينفيها، انه للاسف الشديد اغلب المؤسسات الصحفيه والغالب يمثلها امام صحفيين رؤساء التحرير، ان اول ما يقع الصحفي في قضيه او يتهم في قضيه بمناسبه اداء وظيفته الاعلاميه، اول من يتنصل عنه للأسف الشديد هي المؤسسة الصحفية التي يتبع لها بأي شكل من الأشكال. وهناك يعني لا بس خلي بس أقول الشغلة، يعني الأستاذ خالد المالك ترى متبني موقف إيجابي مع الصحفي، يعني حتى بس نكون منصفين، لا يعني إنه قال ما نشر عندنا ما راح يساعد أو يتبنى هذه القضية، حتى زميلنا الصحفي طبيعي. قبل قليل نتمنى ذلك. شكرا لك الأستاذ أحمد جمعة المالكي على المشاركة. بالنسبة بس بنوه عن حلقتي بكرة، وراح نكمل حديثنا اليوم في حلقة بكرة، أتمنى كل المحامين وكل القضاة يتابعونها. تذكرون قضية القاضي والجني، قضية جميلة هذه. القاضي محكوم عليه بأنه في رشاوة بمئة مليون، طبعا ذهب بعد ذلك قال أنه متلبس جني هو اللي دفعه للسرقة، وجاب شهادة من راقي شرعي أنه فعلا مثبت أنه كان متلبس جني. ولكن السؤال العريض، لماذا هذه المئة مليون لم تذهب في حساب الجني وذهبت في حساب القاضي؟ هذا الحقيقة موضوع مهم، بكرة راح يكون قضيتنا. أستاذ ناصر، الآن راح نحاول إحنا نجيب لك الخبر، وحتى بس نكون يعني واضحين قدام الناس، ولكن أنا ودي بس نتكلم شوي عن المهنية المتبادلة في الحوار التلفزيوني اللي هو كان سبب حلقتنا اليوم. المهنية المتبادلة بين من يحاور ومن يحاور، ما هي الخطوط الغير مهنية أو التي يعاقب عليها القانون للطرفين؟ أعتقد أن الممارسة يجب أن تكون يعني في حدود وزارة الإعلام. هناك يعني أشرنا وأنا أتفق مع ما قاله الأستاذ، يعني أنه هناك لجنة المخالفات لا تنطبق أيضا حتى على الصحفية، ولكنها أيضا في الجوانب الإعلامية. وزارة الإعلام لديها، وهي جزء من منظومة الدولة وممثلة في مجلس الوزراء ويرأسها وزير، هي التي يمكن أن تحاكم موظفيها، لأنهم في الأخير موظفين لوزارة الإعلام. لا إحنا في أستاذ ناصر، في هيئة الصحفية اللي أبدي أقول عن النقطة. أستاذ ناصر، طبعا في أمور إيجابية تحدث في وزارة الثقافة والإعلام السعودية ما حد يقدر يغفل عنها، وأنا الحقيقة لا أريد أن أتحدث لا عن التلفزيون الرسمي ولا عن CNN ولا شيء، أنا همني الانعكاسات اللي هي مرتبطة بالشعب والناس وحرية الصحافة. اليوم إحنا نتحدث عن موضوع الخطأ اللي ممكن يصير، يعني مثلا هل يحق لمن يحاور
أن مثلا لو افترضنا البطالة، تحدث البطالة، هل من المنطقي مثلا إذا بتحدث عن وزير العمل أنه ننتقده شخصيا في أمور شخصية، أم ننتقد العمل اللي هو يقوم به هذا الوزير مثلا، أو وزير الخدمة المدنية أو وزير المالية أو أي وزير؟ وحنا نرجع ونقول أنه في الأخلاقيات المهنية في هذا الموضوع، يعني هناك حدود، هناك يعني أمور لابد من أن يكون لدى الإعلامي يعني بعد ورؤية ثاقبة لكل ما يمارسه، لكل الطرح الذي يطرحه. أيضا لابد أن يكون الضيف على مستوى مسؤولية الاستضافة، لأن في يعني أعداد كبيرة جدا من البشر تشاهد هذا الضيف وحجم ما يقول وما فائدة ما يقول. إذا تحول الأمر كما أشرت إلى تقريع للمسؤول، فالمسألة هنا مسألة شخصية ولا علاقة لها بالإصلاح، ولا علاقة لها بمصالح الناس، ولا علاقة لها بالخطاب الوطني، ولا 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 بأي شيء. إذا هنا تتحول مسؤولية المحاور طبعا في بس قاسم مشترك إلى أنه يصرف. أستاذ ناصر، أعتقد يعني من تحدث في البرنامج أو في برامج أخرى أعتقد في عامل مشترك وهو محبة الوطن. كل واحد يحب الوطن بطريقته، ولكن أحيانا ربما بعض الأمور يعني يساء فهمها، رغم أن محبة الوطن هي الأساس في كل شيء. عموما معي على الهاتف خالد الجخيدب، وهو فهد الجخيدب، وهو صحافي في جريدة الجزيرة اللي هو محكوم في القصيم. فهد، نشر الخبر في الصفحة الأولى أم لا؟ نعم، نشر الخبر صفحة أولى. التاريخ، العدد، تاريخ العدد 17 رمضان 1429، عنوانه على ما أعتقد سكان قبة يتجمهرون أمام وحدة الكهرباء أو شيء من هذا. طيب، وبالنسبة للبطاقة يقول عضوية هيئة صحفيين، أنا عضو هيئة صحفيين درتها الأولى طبعا. بعد ما انتهت طلعت اللائحة إن يحق للعضوين اللي هو التصويت المتفرغين، أما المتعاونين يعني هذول ما فأنا متعاون طبعا، أنا معلم. طيب، لكن معي بطاقة، اللي بطاقة بدورتها الأولى معي. شكرا فهد الجخيدب. تعليق أستاذ ناصر. والله أنا أتمنى أن تستضيف الأخ خالد المالك، لأنه أكد لي هذا اليوم تحديدا بأنه لم ينشر شيء عن قضية الأخ فهد، وأن القضية هي قضية شخصية. وبحثنا في مجلس الإدارة الشكوى التي بعثها الأخ خالد، ووجدنا أنه ليس عضو كما أشرت في الهيئة، أو لم يجدد عضويته باعترافه، وبالتالي هو رئيس التحرير. كان لابد أننا نستفسر من رئيس التحرير عن القضية وملابساتها، ومع ذلك سوف يصل خطاب قريبا إلى الجهات المسؤولة في المنطقة لمعرفة يعني حقيقة ما حصل والحكم وحيثيات الحكم بالنسبة للأخ فهد. ونأمل أن يكون رئيس تحرير الجزيرة أيضا يعني يقف إلى ناحية إيجابية، ولا أعتقد أن هناك من يتخلى عن منسوب صحيفة هو رئيس تحريرها كما أشار الأستاذ قبل قليل. لكني أنا أقول إذا كانت القضايا الشخصية لابد أن تحميها أنت كرئيس تحرير أو كهيئة، فمعنى هذا أننا لم نفهم حدود مسؤولية الصحفي والتفريق والمهني ما بين المهنة وما بين المواطنة والممارسة الشخصية الخارجة عن إطار المهنة. أنت أرسلت محرر إلى مكان وقطع إشارة، أنت ما أرسلت يقطع إشارة، أنت أرسلت يجيب مادة صحفية ويقول لك لا، كيف يحسبوني أنا صحفي أن يقطع إشارة؟ عموما فيه هنا نروح على التأمين الشخصي، موضوع ثاني، بس بالنسبة لهذا المثل الموضوع نشر في الصفحة الأولى، والحقيقة أنا كنت أتمنى الوقت يسعفنا حتى نأتي لكن غدا إن شاء الله، بس حتى تكون الأمور واضحة للناس، راح إن شاء الله نعرض المادة المنشورة، وإن شاء الله نتواصل مع أيضا رئيس تحرير صحيفة الجزيرة الأستاذ خالد المالك. أشكرك الأستاذ ناصر الشهري، مدير تحرير صحيفة البلاد، وأيضا عضو مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين. قضيتنا اليوم انتهت، تابعونا في قضية بكرة. تبغون أعيد لكم الحلم حقي اللي قلته في أول اللقاء ولا ما في داعي؟ أكيد ما في داعي. ألتقي بعد الفاصل، لا تذهبوا بعيدا.